Welcome dear pupils to this new video. نرحب بكل تلاميذ السنة الأولى متوسط في هذا الفيديو التعليمي الجديد. أول حاجة نبدأ بها هي مبارك انتقالكم لمرحلة التعليم المتوسط اللي رايحين تبداو فيها تتعلموا اللغة الإنجليزية The English Language. في هذا الفيديو رايحين تشوفوا كل الدروس المهمة اللي رايحين تبداو تقراوها في بداية الفصل الأول. واللي تحتاجوها بزاف خصوصا خلال الفرد الأول والفرد الثاني من هذا الفصل. يعني كي تكونوا فاهمينها اكيد راح تديو علامات مليحة هاد الدروس تخص الوحدة الاولية او الوحدة المسبقة The pre-sequence واش راح في هاد الوحدة التحية في الانجليزية الابجدية الانجليزية ايام الاسبوع اشهر السنة الالوان الادوات المدرسية التعليمات المدرسية الى اخره يعني العديد من الدروس إذا اللي حابين تفهمهم تبعوا معايا حتى الأخير وما تنسوش عدد ضغط على زر الاشتراك ومتابعة القناة and let's begin our video We're going to start with page 12 رايحين نبداو بالصفحة رقم 12 ونشوفو التحية في الإنجليزية greetings greetings So in English we use few words in order to greet people يعني في الإنجليزية نستخدمو بعض الكلمات باش نرحبو أو نأهلو بالأشخاص مثلا في العربية نقول مرحبا أهلا السلام عليكم صباح الخير مساء الخير في الإنجليزية واش نقوله hello hello بمعنى مرحبا هاي هاي بمعنى مرحبا كذلك hello and hi are synonyms هذو زوج كلمات عبارة عن مترادفات we have good morning good morning صباح الخير Good afternoon. Good afternoon. مساء الخير. نعود مع بعض. Hello. Hi. Good morning. Good afternoon. وهذه هي التحية في اللغة الإنجليزية. شفنا مجموعة كلمات راح تقرأهم مع الأستاذ نتاعكم وراحين تقوموا بالتكرار تاعهم. نفوت الآن للصفحة رقم 13 page 13. في هذه الصفحة رايحين تتعلموا كيفاش تعرفوا بأنفسكم تبعوا معايا نقرأ لكم واش مكتوب الأستاذة راه تعرف بنفسها والتلاميذ راهم يردوا عليها ويعرفوا بأنفسهم كذلك نبدأ بالأستاذة Hello, my name is Miss Miriam I am your teacher of English مرحبا أنا الأنسة مريم أستاذتكم للغة الإنجليزية التلميذة ردت عليها قائلة Hello, I am رانيا مرحبا أنا رانيا والتلميذ رد عليها قائلا Hello my name is جمال مرحبا اسمي هو جمال وهذا هما الطرق بزوج اللي نقدر نعرفو بهم أنفسنا تقدروا تقولوا Hello I am وتذكروا الاسم نتاعكم ولا تقدروا تقولوا Hello my name is وتذكروا الاسم نتاعكم مثلا أنا اسمي فتح الله نقدر نقول Hello, I am فتح الله or Hello, My Name is فتح الله وهذو بزوج طرق صحيحة إذا الآن تفكروا كي أستاذتكم أو أستاذكم يعرفكم بنفسه أنتم كذلك تقدروا تعرفوا بأنفسكم بهذه الطريقة اللي شفناها الآن نمشي الآن للصفحة رقم 14 من الكتاب المدرسي نتاعكم, page 14 واللي فيها عبارة عن تطبيق So, we have a question in here راعدنا سؤال Hello, What is your name? What is your name? هاد السؤال يعني ما هو اسمك اذا تفكروا What is your name? كي تسمعوا What is your name you can reply by saying hello I am Zainab. Hello I am Zainab يعني كما تعلمنا من قبل هذه هي طريقه الرد على هاد السؤال كي نسقسيك What is your name؟ ما هو اسمك؟ ترد لي I am Zainab or I am محمد etc. or you can reply by saying hello my name is محمد اذا هادو الطرق بزوج اللي شفناهم الان قلت لكم تقدروا تقولوا اسمكم باستخدام i am وتقولوا اسمكم او my name is وتقولوا اسمكم اذا نعاود نقرا لكم هذا الحوار الصغير hello what is your name hello i am زينب hello my name is محمد في الصفحة رقم 15 page 15 مدوا لكم صورة نتاع المجاهدة جميلة بوحيرد ومدوا لكم جملة هاد السيدة راه تعرف فيها بنفسها لكن هاد الجملة راها كيفاش راها غير مرتبة انتوما رايحين ترتبوها وتكتبوها بشكلها الصحيح اذا هنا باش غادي نبداو نبداو بكلمة هاي هاي تعني اهلا او مرحبا ثم ماي ماي اللي بعدها نيم نيم عود عندنا ايز ايز واخيرا بحيره بحيره وهكذا جتنا الجمله هاي ماي نيم ايز بحيره وحاولوا تتفكروا هذه الجمل اللي رانا نقراهم الان علاش لانه في الفروض الاولى تاع الفصل الاول يعني الفرد الاول والفرد الثاني رايحين يمدولكم جمل غير مرتبه وهي الجمل اللي شفناهم في هذه الوحده او في هذه الوحده الاوليه ورايحين يطلبوا منكم تعودوا لهم الترتيب وإلا ما كنتش عاقل على هذا الدروس اكيد ما رح تعرف ترتب هذه الجمله وما راح تتحصل على علامه مليحه الصفحه رقم 16 بيج 16 عندنا نفس التطبيق عندنا اللاعب رياض محرز وعندنا الجمله اللي راه يعرف فيها بنفسه غير مرتبه رايحين نرتبوها بنفس الطريقه إذن اول كلمه هاي ثم ماي نيم از محرز وجينا الجمله هاي ماي نيم از محرز اذا تفكروا باش تعرفوا بانفسكم تقدروا تقولوا هالو يعني تبداوا جملتكم كلمة هالو ولا هاي اللي هما عبارة عن مترادفات وتقولوا My name is وتذكروا باسمكم ولا تقولوا Hello ولا هاي يعني تبداوا بوحدة فيهم I am وتقولوا اسمكم Moving on to page 17 الصفحة رقم 17 واش رايحين تشوفوا في هذه الصفحة؟ You're going to learn about school things school things رايحين تقراو على الأدوات المدرسية اللي راهم يبانو في الصورة الآن تبعوا معايا حاولوا كل كلمة نقولها تعودوها معايا A pen A pen قلم جاف A ruler A ruler مسطرة A sharpener A sharpener منجرة A pair of scissors A pair of scissors مقص A book A book, kitab. A whiteboard, a whiteboard, sabwarabayda. A dustbin, a dustbin. صندوق al A portfolio, a portfolio, milef. A copybook, a copybook, kuras. A school bag, a school bag. محفادة سليت سليت لوحة رابر رابر ممحات اتشار A اتشار A كرسي اداسك A اداسك desk. A desk. مكتب ا بنسل ا بنسل قلم رصاص a pencil case, a pencil case. A data show. A data show. جهاز العرض Colored pencils. Colored pencils. أقلام ملونة وهادو لازمكم تعقلوا عليهم علاش لأنه قادر يمدلكم صور وكلمات من جهة ويطلبوا منكم كل صورة تربطها مع الكلمة المناسبة ولا قادر يمدوا هذه الكلمات ماشي مرتبين ويطلبوا منكم ترتبوا الاحرف اللي فيهم او ربما يمدوا لكم الكلمه مكتوبه ناقصينها بعض الاحرف وانتم عليكم تزيدوا هذوك الاحرف شوفوا مثلا التطبيق اللي راه عندنا في الصفحه رقم 18 في هذا التطبيق مدينا الكلمات من جهه والصور من الجهه الثانيه وطلبوا منا نربطوا كل كلمه مع الصوره المناسبه لها الصفحة سبعتاش هي اللي رايح تخليكم تحلو هاد التمرين. We have a rubber, a rubber مع ماش نربطوها مع صورة الميمحات في a pencil case, a pencil case, مقلمة مع الصورة الثالثة. a pen, a pen, قلم مع الصورة الرابعة. a school bag. A school bag محفظة مع الصورة الأولى A pair of scissors A pair of scissors مقص مع الصورة الثانية وتبقى لنا A ruler A ruler مسطرة مع الصورة ما قبل الأخيرة إذا حاولوا تعقلوا على الأدوات المدرسية School things نفوتوا الآن للصفحة رقم 20 Page 20 فهذه الصفحة رايحين تقراو على سكول commands سكول commands التعليمات المدرسية واش نقصدو بالتعليمات المدرسية كي تكونوا في المدرسة مثلا استاذ تاع العربية تاعكم يبقى يقولكم قف اكتب اجلس ارفع يدك هادو هما التعليمات اللي مداري تسمعوهم لكن في اللغة الانجليزية استاذكم اكيد ما راحش يحكي معكم باللغة العربية راح يحكي معكم باللغة الانجليزية إذن هادو هما التعليمات المدرسيه في اللغه الانجليزيه تبعوا معايا raise your hand raise your hand ارفع يدك stand up stand up انهض sit down sit down اجلس اذا شفتوا هنا بلا ما نفهمكم ولا ما نترجم للغه العربيه بينين من الصور واش راني نقصد clap your hands clap your hands صفق listen listen استمع be quiet be quiet اصمت انواصلوا في الصفحه رقم 21 page 21 Think, think, Faker, read, read, Ekra, Count, Count, احسب Play, Play, Elab, Draw, Draw, Orson, Write, Write. أكتب جود باي باي إلى اللقاء حاولوا تتفكروهم باش إلا سمعتوا الأستاذ نتاعكم يقول كلمة من هادو راح تفهموا واش راه يطلب منكم مثلا إلا قالكم ريد راح تفهموا بلي يطلب منكم تقراو إلا قالكم رايت راح يطلب منكم تكتبوا نفوتوا الآن للصفحة 24 بيج 24 اللي راح نشوفوا فيها The English Alphabet The English Alphabet الأبجدية الإنجليزية تعلمت كي في الإبتدائي الأبجدية الفرنسية الألفابي وهي نفسها الأبجدية الإنجليزية يعني نفس الأحرف اللي راح يتغير هو النطق فقط ما رايحش نقولو A B C D E F G H No That's incorrect That's French هذيك الفرنسية في الإنجليزية ننطق الحروف بطريقة مختلفة وهنايا في الصفحة أربعة وعشرين page فور four. لكم الأحرف ومعهم مثال. أول حاجة نبدأ بها هي نقرأ لكم الأبجدية الإنجليزية بشكل كامل ومن بعد نقرأ لكم كل حرف مع المثال اللي راه أمامه. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z هذه هي الأبجدية الإنجليزية The English Alphabet. الآن نقرأ الأحرف مع الأمثلة اللي أمامها. A Apple B Book C Cat D Dog E Elephant F Fox G Girl H High I Image J Jewelry K Kangaroo L listen M match N nine O orange P pan Q question R read S sing T table U Umbrella V. Violin W. Whale X. Xylophone Y. Yak Z. Zebra. This is the Abjadia of في English. رقم 26, page 26, you are going to learn about colors. رايحين تتعلموا الألوان تبعوا معي We have White الأبيض Black الأسود Red الأحمر Blue الأزرق Yellow الأصفر Green الأخضر Orange البرتقالي Pink الوردي I'm going to repeat, raih right White, black, red, blue, yellow, green, orange, pink. We also have brown, بني, purple, بنفسجي, gray, Ramedi brown, purple, gray. وهنا يحاولوا تفكروا الألوان كيفاش ينكتبوا وكيفاش ننطقوهم لأنه هنا قادرين يمدوا لكم صورة ما ويطلبوا منكم تلونوا هاديك الصورة بألوان محددة Moving on to page 27 الصفحة رقم 27 اللي رايحين نشوفوا فيها The days of the week The days of the week أيام الأسبوع أيام الأسبوع في الإنجليزية وش هي؟ Sunday Sunday الأحد Monday Monday الاثنين Tuesday Tuesday الثلاثاء Wednesday Wednesday الأربعاء Thursday Thursday الخميس Friday Friday الجمعة Saturday Saturday السبت هدو هما أيام الأسبوع باللغة الإنجليزية Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday والجمعة والسبت هي عطلة نهاية الأسبوع اللي بالإنجليزية نقولولها The weekend The weekend الصفحة رقم 28 page 28 the months of the year أشهر السنة تبعوا معي كيفاش نقولوا الأشهر السنة في اللغة الإنجليزية January January Janvier February February فبراير March March شهر مارس April April أبريل may. may. shahray. june. june. shahray. july. july. shahray. august. august. shahrod. september. 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 october. october. shah october. November, November, Shah, November, or December, December, Shah, December. Now, I repeat January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. نوفمبر ديسمبر وهادو هما اشهر السنة باللغة الانجليزية وحاولوا تفكروا كل المصطلحات اللي شفناهم لحد الان لانه قادرين في التمارين تاع الفروض او في التمارين تاعكم خلال الدراسة يمدوا لكم مجموعة كلمات مخلطين مثلا ثلاثة كلمات تاع اشهر السنة ومعهم كلمة واحدة اللي هي يوم من ايام الاسبوع ويطلبوا منكم تصيبوا الكلمة الداخلة يعني الكلمة اللي ما عندهاش علاقة ببقية الكلمات وهنا لما ما تعرفوا هذه المصطلحات اللي شفناهم لحد الان ما رايحينش تقدروا تجاوبوا ودوك في بداية الدخول المدرسي رايح ندير مجموعة من التقويمات باش تساعدكم خلال الفرد الاول وخلال الفرد الثاني تحت الفصل اخر جزء عندنا هو الارقام وكتلاميذ سنة اولى متوسط رايح تبداو تقراو الارقام من صفر الى 13 from زيرو to 13 رايحين تسبو الارقام في الصفحة رقم 29

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 وبادا نكونوا شفنا كل دروس الوحده الاوليه بريسيكونس وعلاش حبيت نديرها لكم في هذا الفيديو لانه اغلبيه الاساتذه يفوتوا عليها بشكل سريع نظرا لطول البرنامج تاع السنه الاولى متوسط إذا حتى لو فتوا عليها بشكل سريع راني شارح لكم كل ما يتعلق بها في هذا الفيديو نتمنى أن هذا الفيديو يكون لإعجابكم وتكونوا فهمتوا كل الأشياء اللي فيه وفي الآخر مبقى لي نقول لكم شكرا على حسن المتابعة Thank you guys for watching and see you next time Goodbye